لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. هناك شخص كبير في السن عنده ضعف في بصره، فصار إذا أراد أن يقرأ فإنه يأخذ كتاب ويطبع صفحات إلى أوراق كبيرة لكي يقرأ، ويأتونه بشاشات ضخمة لكي يشاهد التلفاز، وإذا أراد أن يقرأ مصحفا فإنهم يحضرون مصحفا كبيرا جدا. لماذا؟ لماذا كل هذا التعب؟ حل بسيط، البس نظارة. عندما يقع لك بلاء فأنت تتضايق وتريد أن تحس بالسعادة مرة أخرى، وربما لا تستطيع أن تغير كل ما حولك من البلاء لكي ترجع إليك السعادة، ولكن ببساطة غير نفسك وسوف تحس بالسعادة. حتى ولو كان البلاء لا زال موجودا فإنك ستحس بالسعادة. مثلا نحن الآن في ابتلاء، نريد أن نبدل حالنا. ما هو عكس الابتلاء والشقاء والتعب؟ عكسه السعادة طبعا. أين تقع السعادة؟ أين مكانها؟ السعادة يعني هل هي في مكان معين؟ مكانها في القلب. لا لا، القلب هو المكان الذي تأتي إليه السعادة، لكن من أين تأتي السعادة؟ من أين؟ السعادة مكانها فوق في الأعلى، قرب الذات الإلهية. وكلما ارتفعت إلى الأعلى زادت السعادة أكثر. ولهذا لما أراد الله أن يسعد نبيه صلى الله عليه وسلم ويخفف عنا ابتلاء قريش، عرج به إلى السماء، محل السعادة. إذن كلما اقتربت من الذات الإلهية أكثر زادت سعادتك أكثر. طيب كيف أصل الآن إلى هذه السعادة؟ أنا لا أستطيع في الدنيا أن أصل إلى الأعلى، إلى قرب العرش، ما أستطيع. نعم يمكن. كيف؟ بالعبودية. كلما تذللت إلى الله أكثر بالعبودية ارتفعت روحك بالدنيا إلى تلك السعادة أكثر. ألم تلاحظ أن الله تعالى عندما ذكر الإسراء والمعراج قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بنبيه، مع النبوة مرتبة أعلى من العبودية، لكنه قال سبحان الذي أسرى بعبده. فإذا أردت أن تصعد إلى السعادة الموجودة قرب الذات الإلهية في الأعلى فيجب أن تتذلل إلى الله بالأسفل، وكلما تذللت له أكثر كلما اقتربت أكثر من هذه السعادة الموجودة عنده في الأعلى. مثلا ما هو أكرم شيء عندك في جسدك؟ وجهي. وما هو أذل مكان حولك؟ الأرض التي أدوس عليها. إذا وضعت وجهك على الأرض ماذا سيحدث؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لاحظ قال العبد من ربه وهو ساجد. فإذا أردت أن تخفف البلاء وتمسح الشقاء وتستبدله بالعطاء فتذلل لمجيب الدعاء وهو سيرفعك إلى السماء مع أنك لازلت على الأرض. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه. إلى أين يرفعك؟ يرفعك إلى قرب ذاته العلية، قرب العرش. وفي السجود الدعاء يكون مستجابا وأنت تعلم ذلك. وأنت تعلم أيضا أن الجنة مراتب، وكل مرتبة أسعد وأحلى من الأخرى. ولكن هل مراتب الجنة تزيد من الأعلى إلى الأسفل أم من الأسفل إلى الأعلى؟ طبعا إلى الأعلى. ولهذا أعلى مرتبة في الجنة هي الفردوس الأعلى، هي قمة السعادة، وهي أقرب جنة مكانا من الذات الإلهية. الفردوس الأعلى ما هو سقفها؟ سقف عرش الرحمن، يعني هناك يكون قريب من الذات الإلهية. وكلما نزلت في الجنة كلما ابتعدت أكثر عن الذات الإلهية. أين يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين يوجد؟ إنه في الفردوس الأعلى. هذا أحد الصحابة اسمه ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان يبيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: سل، يعني أطلب مني، ماذا تريد؟ قال كلمة عجيبة، طلب رائع، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من كلامه، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، يعني ما أريد شيء آخر، هو ذاك. قال عليه الصلاة والسلام له، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني إذا كنت تريد أن ترتفع في الأعلى معي، فردوس الأعلى قرب الذات الإلهية، فأكثر من العبودية لله في الأسفل من الصلاة والسجود، فإنها عز. ألم تلاحظ أنك في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، ولكن في السجود تقول سبحان ربي الأعلى؟
وهل علمت الآن لماذا يحاول الشيطان أن يبعدك عن العبودية وعن الصلاة والسجود؟ لأن هذا الشيطان امتنع عن السجود فهبط إلى الأرض، وأنت أكثرت من السجود فسوف ترتفع إلى المكان الذي هو هبط منه، وهو يكرهك ويغار منك ولا يريدك أن تذهب إلى ذلك المكان الذي خسره هو. باختصار هذه هي المعادلة، هل فهمتها؟ صورة كاملة، هذه ترفع عنك البلاء وتحول إلى سعادة. أنت لا تحتاج أن تغير كل شيء حولك لكي يتوقف البلاء ويتحول إلى سعادة، ولكن غير قلبك فقط وأكثر من العبودية وسوف تحس بالسعادة ولو بقي البلاء كما هو حولك. كما أن من عنده ضعف في النظر لا يحتاج أن يكبر كل ورقة وشاشة حوله، فقط يحتاج أن يلبس نظارة. الكفاية من البلاء سوف تكون على قدر العبودية، فكلما زادت عبوديتك لله ازدادت كفاية الله لك. وإن شئت فاسمع إلى قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ أي والله سبحانه هو الذي سيكفينا، وهو الذي يعطينا، وإذا مرضنا فإنه هو الذي يشفينا. لا حول لنا ولا قوة إلا به، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل الله.